متابعينا متابعي طقس العرب في الأردن، تحية طيبة لكم. هذه آخر التحديثات حول حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة خلال الفترة القادمة. راجينا منكم أخذ كامل المعلومات والتحذيرات في هذه النشرة على محمل الجد خلال فترة تأثير هذه الأحوال الجوية غير مستقرة، والتي تمتد في ذروتها من منتصف ليل الجمعة على السبت وطوال يوم السبت القادم بعد مشيئة الله. ننتقل معكم الآن للحديث حول ملخص الأحوال الجوية. كما تحدثنا، هنالك عدم استقرار جوي جديدة تؤثر على المنطقة، والمملكة ستكون في ذروة هذه الأحوال الجوية غير مستقرة. كما تحدثنا، هنالك توقعات وتحذيرات جدية من خطر تشكل السيول في أرجاء عدة من المملكة سنستعرضها بعد قليل. كذلك الحام توقع أن تنتهي هذه الأحوال الجوية غير المستقرة تدريجية مع ساعة عصر ومساء يوم الأحد القادم بعد مشيئة الله. ننتقل معكم للحديث حول آخر صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة لدينا هنا خصيصا في طقس العرب. نلاحظ تناثر السحب الرعدية في أجزاء عدة من المنطقة، في حين بدأت سحب ركامية بالتشكل على غرب المملكة، تسببت بعد الظهر وعصر هذا اليوم الخميس بهطول زخات محلية من الأمطار متفرقة. كذلك الحال في الأجزاء الشرقية من المملكة، متوقع أن تستمر هذه السحب بالتشكل خلال الـ 24 ساعة القادمة بشكل متفرق ومتقطع كما هو مشاهد ومبين من هذه الخرائط المنتجة لدينا هنا خصيصا في طقس العرب. كما نلاحظ مع ساعات نهار الجمعة هنالك تناثر للسحب الركامية الممطرة، هذه السحب ستكون مرفقة بعواصف رعدية مرفقة برياح نشطة في مناطق محدودة ومتناثرة من المملكة. مع ساعات مساء وليل الجمعة على السبت وطوال يوم السبت، متوقع أن تكتسب الحالة طابع الانتظام والشدة بدءا من المنطقة الجنوبية، تمتد لاحقا إلى إطال كامل مناطق المملكة في هذه الفرص كما هو مشاهد ومبين من خلال هذه الخرائط. تضعف الفعالية الجوية تدريجيا مع ساعات مساء يوم السبت، لتتركز حينها في أجزاء من المنطقة الشمالية والشرقية على أن تنتهي الأحوال الجوية غير مستقرة بشكل تام مع ساعات عصر ومساء يوم الأحد بعد مشيئة الله. التوقعات الجوية الخاصة بالليلة القادمة في العاصمة عمان تقريبا 13 درجة مئوية هي درجة الحرارة الصغرى المتوقعة، مع أجواء غائمة جزئيا بتشكيلات من السحب على ارتفاعات مختلفة. التوقعات الجوية خلال الثلاث أيام القادمة في العاصمة عمان، كما نلاحظ هنالك فرصة يوم غد الجمعة لهطول زخات رعدية من الأمطار مع غبار وأتربة مثارة، تنتظم وتشتد وترتفع هذه الفرص في العاصمة عمان. كذلك الحال المدن الأردنية مع ساعات ليل الجمعة على السبت وطوال يوم السبت، تتراجع الفعالية الجوية مساء يوم السبت لتنتهي تماما مع ساعات عصر ومساء الأحد بعد مشيئة الله. تحذيرات وتنبيهات خاصة بالتعامل مع هذه الظروف الجوية المتمثلة بحالة عدم استقرار الجوي المتوسطة إلى عالية الشدة، أحيانا هنالك خطر جدي من تشكل السيول وجريان الأودية والشعاب بدءا من مناطق جنوب المملكة، منطقة إقليم العقبة، وادي عربة، الأغوار الشمالية، الأغوار الوسطى والجنوبية تحديدا، منطقة البحر الميت. كذلك الحال أجزاء من الأودية في مرتفعات شمال ووسط وجنوب المملكة. هنالك كذلك الحال توقعات خطر إثارة الغبار والأتربة، وبالتالي تدنن متفاوت وكبير أحيانا في مدى الأفقية المرافقة لهبوب هذه العواصف الرعدية. كذلك الحال خطر شدة الرياح المرافقة لهبوبها. أمطار خيرة تماما لكم على الجميع. راجينا منكم مرة أخرى أخذ هذه التحذيرات على محمل الجد. كان كل ذلك حتى اللحظة.